أود أولاً أن أتقدم بالشكر الكبير لمنظمي هذا المؤتمر ولدعوتهم لي للمشاركة فيه. ينعقد هذا المؤتمر اليوم في بيروت، والوطن يمر بمرحلة مفصلية. لقد جاء هذا العهد بشعار قيام الدولة ومكافحة الفساد، وجئنا لنقول إن لم ننجح بقيام الدولة فمن الصعب بناء استراتيجية اقتصادية للبنان المقيم أو للبنان المنتشر. إن ثقة المواطن بالدولة ووجود قضاء مستقل حر وفاعل هما العاملان الرئيسيان لنمو الاقتصاد. ومن هذا المنبر نحن ندعو اللبنانيين مقيمين ومنتشرين للعمل معا لقيامة لبنان، ولأن يعود لبنان إلى اللبنانيين. إن قدر لبنان هو مسؤولية اللبنانيين وحدهم، وهو ليس مسؤولية الآخرين. إن لبنان الموجود في التاريخ القادر على الانبعاث في المستقبل هو أكبر بكثير من هذا اللبنان المكبل بالجغرافيا. هذه الجغرافيا التي تصلبه بين إسرائيل وسوريا والبحر الأبيض المتوسط، وهو أيضاً أكبر بكثير من مساحته في الأرض التي تكاد لا تتعدى 10,452 كيلومتر مربع. إن لبنان مساحة حضارية مترامية، بعض هذه المساحة في الشرق والبعض الآخر في العالم. إن عظمة لبنان تكمن في رسالته، والرسالة كانت قد وصلت إلى جميع بقاع الأرض. لقد حملها اللبنانيون الذين هاجروا وانتشروا في جميع بلدان العالم. منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا كانت الرسالة ولا تزال رسالة محبة وحضارة، محبة لجميع شعوب الأرض، وحضارة مميزة، مميزة في الشرق ومميزة في العالم. في هذه الحضارة تعانق المسيحية الإسلام، وفي هذه الحضارة تعانق حضارة الغرب حضارة الشرق وحضارات العالم كلها. لقد قيل إن ذهبت إلى روما تذهب إلى إيطاليا، وإن ذهبت إلى باريس تذهب إلى فرنسا، وإن ذهبت إلى لندن تذهب إلى إنجلترا، ولكن عندما تذهب إلى بيروت تذهب إلى العالم كله. منذ 100 سنة تقريباً وقف رجل من لبنان أمام ناطحات السحاب في مدينة نيويورك وهتف بصوت عالٍ: أيتها المدينة، أنا أنتمي إلى شعب عظيم، شعب كان قد بنى صيدا وصور وبعلبك وجبيل، وها أنا اليوم هنا لأبني معك ومع أبنائك مدنا جديدة وحضارة جديدة. وتذكري أيتها المدينة أنني لست هنا لآخذ منك بقدر ما أنا هنا لأعطيك. وهكذا كان اللبنانيون المنتشرون في العالم قد بنوا حضارات جديدة
ولم يأخذوا من العالم بقدر ما أعطوه. وها هم اليوم مدعوون بعد أن بنوا العالم أن يبنوا بلدهم، كما هم مدعوون بعد أن ساهموا في صنع بلادهم الجديدة أن يساهموا في صنع لبنان الجديد. وكانوا قد أخذوا معهم من هذه الأرض تقاليد الكرم والضيافة والصداقة والمحبة والنخوة والشهامة، فأحبتهم شعوب الأرض كلها. قال يوماً أحد رؤساء جمهورية المكسيك: إذا لم يكن لك صديق لبناني فاذهب وفتش عنه. هناك على وجه التقدير حوالي 15 مليون شخص في العالم من أصل لبناني. هؤلاء اللبنانيون هم آبار النفط الحقيقية التي يمتلكها لبنان، إذ أن الثروة الحقيقية تكمن في الإنسان وليس في خارجه. إن أعظم ثروة يمتلكها لبنان هي ثروة الانتشار في العالم. ويؤسفني أن أقول أن هذه الثروة لم تستكشف ولم تستخرج بعد. إن اللبنانيين المنتشرين في العالم هم طاقة لا حدود لها، والوقت اليوم ملائم لتوظيفها في صنع لبنان الجديد. دونهم لا يكون لبنان لبناننا، ودونهم لا يرتفع لبنان إلى العظمة. والسؤال المحوري اليوم هو كيف نستعمل هذه الطاقة ونوظفها في خلق لبنان جديد. من هنا جئنا نقترح التوصيات التالية: أولاً، إنشاء وزارة خاصة ومستقلة عن وزارة الخارجية للانتشار اللبناني، مهمتها تحديد وتفعيل العلاقة بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر. من واجبات هذه الوزارة تحديد الحقوق والواجبات لهؤلاء اللبنانيين، وأعطاء الحق لجميع الذين يحملون الجنسية اللبنانية أن يساهموا في العملية السياسية في لبنان، وأن يكون لهم الحق في انتخاب ممثليهم في البرلمان، كما يكون لهم الحق بأن يكون لديهم ممثلون في الحكم. ومن واجبات هذه الوزارة وضع استراتيجية جديدة لصهر المنتشرين في الحياة اللبنانية بما هو أبعد من السياسة، استراتيجية هدفها بناء جسور تواصل في العلم والطب والهندسة والأدب والقانون والاقتصاد. فلبنان كيان حضاري قبل أن يكون كيانا سياسيا، والعالم يعرف لبنان من خلال حضارته لا من خلال دولته. والسر هنا أنه قد يكون للعمل السياسي للمنتشرين حواجز يصعب القفز فوقها، إلا أنه في العمل الحضاري ليست هناك حواجز تحول دونه. والسر الآخر أن ليس هناك من وطن بحجم هذا الوطن الصغير يمتلك الموارد الحضارية التي يمتلكها لبنان. ثانياً، توحيد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم والحفاظ على استقلاليتها. هذه الجامعة يجب أن تبقى مستقلة تماماً عن الدولة
ولكنها يجب أن تعمل مع الدولة. ثالثاً، الحفاظ على التراث. 30 سنة وأنا أعيش في الولايات المتحدة، لقد تعلمت أنه لا يمكنك التواصل مع الأرض والوطن من دون الحفاظ على التراث. وللحفاظ على التراث يجب الحفاظ على اللغة، ومن دون اللغة يندثر التراث. فاللغة لا تحمل معها الكلمة بقدر ما تحمل معها الحضارة. والذين هاجروا يعرفون بأن المهاجر قد يمر بهجرتين، الأولى عندما يبتعد عن الأرض، والهجرة الثانية عندما يبتعد عن أولاده وأحفاده. فإن لم تحافظ على التراث والحضارة يصبح الأبناء أولاد حضارة أخرى، فتكبر الهوة بينهم وبين أهلهم، والهوة بينهم وبين الوطن الأم. من هنا نطالب في هذا المؤتمر بتأسيس مدارس في الانتشار لتعليم اللغة العربية وتعليم التراث اللبناني. منذ تأسيس لبنان قبل 100 عام، وهذا الوطن الصغير يتأرجح بين الموت والحياة، وهو اليوم في قبضة أزمة مصيرية بل وجودية، وإن كان لبنان دائماً في حاجة إلى أولاده المنتشرين في العالم، فهو اليوم بحاجة أكثر من أي يوم مضى إليهم. والحقيقة المؤلمة هي أن مسؤولية قيامة لبنان ليست مسؤولية الدول الإقليمية ودول العالم، بل هي مسؤوليتنا نحن اللبنانيين مقيمين ومنتشرين. مسؤوليتنا نحن وحدنا، لا مسؤولية غيرنا. غيرنا له مصالحه، ومصالحه غير مصالحنا. غيرنا لا يحبه بقدر ما نحبه نحن. وهنا أود أن أتوجه إلى اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، وأن أقول لهم باسم الأرض التي تضمنا إلى صدرها، وباسم الألم الذي تعمدنا به كلنا، تعالوا نرتفع عن الصغائر التي تفرقنا والطوائف التي تحددنا إلى مستوى الوطن الذي يليق بنا. تعالوا نعبر من الطائفية التي كانت سبباً لتقلفنا إلى المواطنة التي ستكون سبباً لتقدمنا. وأود أن أذكركم بأنكم تنتمون إلى شعب له كبرياؤه، 40 سنة من الحروب، ولا تزال المسيحية تعانق الإسلام. 40 سنة من الحروب وليس هناك متسول لبناني واحد في شوارع عمان أو دمشق أو باريس أو لندن أو نيويورك. 40 سنة من الحروب وليس هناك لاجئ لبناني واحد يعيش في خيمة ويقتات من حسنات الأمم المتحدة. 40 سنة من الحروب، وبالرغم من كل الآلام التي تعمدت بها هذه الأرض،
لا يزال لبنان عاصمة الفرح في هذا الشر. نحن ندعو المنتشرين في العالم إلى الولاء للبلاد التي تستضيفهم. نحن ندعو المنتشرين في العالم إلى الولاء للبلاد التي تستضيفهم. إن الوفاء هو من أهم صفات اللبنانيين، ولكن يجب أن تتذكروا أن هذه الأرض هنا هي وحدها أرضكم. هذه الأرض هي الأرض الوحيدة في الأرض التي تعانقكم وتحبكم. نود أن نقول للبنانيين المقيمين: تعالوا نركع في أعماق أعماقنا، وتعالوا نعترف بخطايانا ونعلن توبتنا. عند ذاك فقط نرتفع إلى طهارتنا ونستحق لبناننا. فقط عندما نقدس هذه الأرض ونعلن الولاء المطلق للوطن لا لغيره، يقوم لبنان من موته. وشكراً.